سمية حبيبة بنت محمد ودوار أولاد زيان أولاد إبراهيم. من جماعة؟ الجماعة الحضر. الجماعة الحضر حد البخاتي. قولي لنا أمي حبيبة شنو هو الأمور، علاش عيطتي لنا اليوم؟ شنو الرسالة اللي بغيتي توصلي للناس والمسؤولين؟ عيطت عليكم، عيطت عليكم، راني عيطت عليكم. ما عايشة، ما صايباش فين نعيش، ما صايباش فين نعيش والو. عيش ما العيشة ما صايباش فين نعيش، ما صايباش فين نسكن وفين نعيش وفين نقعد أبدا. راني عايشة في القهرة. واش عندك شي راجل اللي كيصير عليك؟ عندك ما عندي لا راجل لا والو، ما عندي لا ولاد لا راجل، ما عندي والو، عندي الله، عندي ربي، عندي ديالك توفى. قولي لنا التفاصيل، عاودي لنا التفاصيل اللي وقعت لك من نهار اللي توفى راجلك الان، داكشي اللي كنتي كتعاودي لي قبل ما نبداو معك الفيديو. قولي لنا دابا داكشي اللي طرا لك، قولي لنا كلشي. الناس مشيت انايا ملي مشيت بوطلوا عليا، قالوا لي هذيك الكلمه قلت لك، بعد قالوا لي على البول، بوطلوا عليا بغاو يخرجوني. عندي واحد البيت حتى هويا ما مصوب ما والو، حتى هو باقي ما كاملش حتى في التصاويب، حجر يبان منه، وكانوا ما بغاونيش نبقى فيه، وكشينا نطيب فيه عامر حموم عدهم ليه. هادو هما بيبي وحدي، ما جيت لقيت القفوله مهرسين. هذاك اللي مات يامس البوق، والمراه مرتو وولدو حرشو، ولد لوسي ولوسي ومرت لوسي، داروا لي هرسوا لي القفوله، هرسوا البيت، حويجاتي خرجوهم لي لاحوهم لي برا. بعد جيت من الجمعه لقيتهم في رمضان فمي ناشف، لقيتهم مخرفصيني، خرجي لي حوايج. ملي جيت قالت لي المرا خرجت نبكي برا بجلابيتي، حطيت القفه في البيت، خرجت نديت نبكي، قالت لي علاش تبكي؟ علاش دمعي في عينيك؟ رفدي حوايجك وسيري في حالك. المحل راه ديال موالي، ديالو على راجلها، راه ديالو المحل، راه مليك والو، رفدي حوايجك وسيري في حالك. دابا امي حبيبه ورينا البلاصه اللي كتسكني فيها انت واللي كتعيشي فيها والظروف اللي كتعيشي فيها حاليا. ها هي، هل ها فين جيت؟ ها فين جيت نبكي؟ ها فين؟ ها فين جيت؟ هاني جيت هنا. دابا هذا هو البيت ديالك امي حبيبه. ها هو فين جيت؟ ها حويجاتي راه فريشي راه ماينطتي. ها ها تكون عنطلب الناس يعطوني. دابا امي حبيبه بغينا نسولك انت شنو كطالبي من المسؤولين؟ طالب بغيت محال وفين تسقر وفين فين نعيش وفين نقعد. واش هاد المحل ماشي ديالك اللي عايشه فيه؟ هاد المحل ديالي وين هو؟ ما مصاوبش. علاش عندك ورق ديال هاد المحل؟ هذا ديال بويا. دابا انت شكون اللي كيعاونك في هاد السكنه؟ شكون اللي جالس معاك؟ شكون اللي معمر عليك؟ شكون اللي راد لك البال في هاد السكنه هادي اللي ساكنه فيها انت هنايا؟ وعاها اختي، عا اختي راده لي البال، ما كاين من غيرها، ما كاين حتى واحد. عا هي ما عديش حتى ما ناكل، راه ما عديش حتى العيد باش نشريه، ما عنديش، وراه ما عنديش حتى باش نتعشى الليله. الا خطاني ما عن الناس يعطوني نوبه نوبه يرفعوا عليا، وبعد ما يرفعوش عليا الناس كنبقى جيعانه، وكنبقى جيعانه ومقهوره، مقهوره من كرشي ما صايبه ما نصير، ومقهوره من المحل، ومقهوره من العيد. راني خايفه، راني لا جيت نبات وحدي في هذه الخربه، راه غينقزوا عليا بعدين. هي معايا ولكن حنا ما عندناش المصلوح، ما صالحينش. علاش نتوما خليتوا هذاك هاد البيت ما سكنتوش فيه ومشيتوا لهذاك البلاصه؟ هاد البيت غادي يطيح، هاد البيت غادي يطيح عليا انا وياه، حنا ما كنقعدوش فيه. راه الداخل ديالو راه ما تقدرش، راه الداخل ديالو، شوف الداخل ديالو، راه الميكا حنا شتي جي راه غادي مهرس العود من الفوق، راه مهرس، راه مهرس العود من الفوق، شتي راه العواد حنا داير غير الميكا، داير غير الميكا في الجناب، غير الميكا دايرينها في الجناب، راه كله غيهود كيعود كل. شوف شو الماء، شو الماء، شو الماء ذاك راه ديال الماء راه طايح. حنا ما كنقعدوش فيه كاع في الشتاء، كنخافو يهود فوقنا فيه التراب. لا نخافو منه لا يطيح فوقنا في الشتاء البرد. كله 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 كنقعدو غير في الحال سخون فيه الصافي، كله غادي يهود في الشتاء كنهربو منه. وانا مرديت ما كاين فين نقعد، ما كاينش غير القصب ورا التراب كيطيح. راه كل نهار كنشطبو، كل نهار كل نهار راه التراب كيطيح منه، كل يوميا كيطيح منه تساس من التراب، والعود غيتهرس. هذا هو السبب اللي خلاكم خرجتوا من هذا البيت ومشيتوا لهاد؟ راه كون ما كانتش معايا الخت هنا في هذه الخربه وما مصاوباش حتى تصاوي، راني نخاف، راني نخاف الزوفريه ينقزوا عليا. ها ينقزوا عليا من هاد الجي من الزنقه، ولا ينقزوا عليا من الخلا من هاد الجي، راني نخاف على راسي اللي كرفسوني. هاد الكلب هو اللي حاضيني، ها هو فين واقف. راه كون ما هو كون دخلوا علينا كرفسونا، لا انا ولا اختي، اختي تاهي راجله في الدار البيضاء موشن،
كون كرفصونا انا وياها. ها هو اللي حاضينا يبات كاع لي وينبح. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.